السلام عليكم ورحمة الله، كيف الشباب؟ شلونكم؟ إن شاء الله بخير. معنا هاي السخاني، سخان التحريضي ماجستيك، هذا هو. طبعا هو اللمس، كبسات والأوامر. العطل انه بيشتغل دقائق معدودة وبيفصل، يعني بحطوا عليه الوعاء او البريق، او بيكون ناويين يطبخوا شيخ المحشي فبيفصل شوي وبيفصل. طبعا انا عفكوا، لساتني عفكوا. بين العطل مجرد اني شديت اسلاك تشغيل الفيش، هذا المدخل، هذول ليكون بين واضح، هذا هو السبب. طبعا هذول الجكات ذكر وانثى، هذا هو السبب. حتى هون ذايب، اول ما بيشتغل، طبعا بيشتغل اول ما بيحمل فبيمسك ببعضه نتيجة شرارة كهربية، بيلتصق مثلا الاسلاك ببعضها وبيظل شغال شوي على الحرارة، بيحمى، بيفصل القصدير، بيرجع بيطفى، بيشغله بيرجع بيشتغل وبيطفى، وهيك عطول. يعني هذا العطل شائع. هذا هو هون، شايفين فاصل الحام. عبارة عن معالج، هذا متحكم، متحكم تحكم بإيش؟ يتحكم بالتقطيع، بالنبضة اللي بتجي الملف، تجي على الملف عن طريق ترانزستور. هون الترانزستور هذا هو على المبرد هذا كله، وهون جسر تقويم، جسر التوحيد هذا هو. فالمعالج بيعطي هذا الأمر، بس عطى هذا الأمر تم التسخين. طيب يعني بإمكاننا نشيل المعالج ونحط اي سي بداله ونشغله وبيشتغل. نعم بيشتغل، بس لكن ليش يعني وضعوا هذا المتحكم؟ هذا المتحكم لحتى نتحكم درجة الحرارة 100 200 300 لحد 2000 واط، الاستطاعة أو القدرة. طبعا مبدأ العمل أنه مثلا أعطينا 100 واط، يعني أنه راح يكون التسخين أضعف أو أخف من 2000، أكيد صح. بس كيف؟ هو السبب أنه زمن التشغيل بصفي أقل، يعني يشتغل مثلا 5 ثواني بيطفى ثانيتين فرضا، او يشتغل 5 ثواني بيفصل 10 ثواني حسب تعديل عرض النبضة. فهذا المتحكم مشان بس مشان ناخذ الاوامر من هون، من هذا البورد هون. طبعا في هون ايسيات
هون الشاشة 7 سيجمنت، هون في ليدات مؤشر، وهون في هاي هون هالاي سي هاي مشان تعطي كل هالاوامر عن طريق هذول الخمس اسلاك. نعطي الاوامر لهذا المتحكم، وهذا المتحكم بيحدد مثلا زمن التشغيل، انه قديش لازم يكون الزمن لحتى يضل شغال هذا القرص. عم بيعطي تحريض مثلا اما بشكل دائم، اما بشكل دائم، طبعا هو في حساس، هذا هو الحساس بالحرارة، حساس حرارة، بس انه ارتفعت درجة الحرارة عطى امر انه يطفى، او مثلا صار في خلل كمان بيطفى هذا الجهاز كامل. كمان انه المتحكم بيعطي اوامر على الشاشة انه مثلا اي واحد او صفر او اثنين او ثلاث، يعني اي ايرور خطأ. طبعا من الاخطاء اللي بيستخدمها الزبون باستخدامه الاخطاء اللي بتكون انه مثلا وضعوه على بطانية او قماش او اي شيء، فبيسكروا المروحة هون التهوي، هاي التهوي القاعدة بتكون مانا مزبوطة، فهذا هون عاملين له الارجل مشان يرتفع مشان يدخل الهواء على المروحة ويبرد هذا المبرد ويبرد هذا الترانزستور، فبيخنقوه بالتهوية، او مثلا توقف المروحة يسبب تلف الترانزستور وينضرب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. في عنا هون هاي الاي سي، بما انه موجود ملف فمعناته في توليد جهد معين، هذا هون هذا القسم هذا ايه، يعني بظن اغلبكم بتعرفوا هذا الكلام، بس اللي ما بيعرف بامكانك تمسك هذا البورد هيك بهالشكل، هاي هون الكولكتور، وهون الاميتر، وهاي هون الجيت البوابي، فمنلحق هاي البوابي لنشوف منين ماخذ الامر. بنلاقي هون في مقاومة اثنتين، نلحق المقاومة هيك ونشوف لو الريحة، نشوف على ترانزستور اثنين، هذول ترانزستورين قيادي، يعني وقت بدك تفحص او مثلا في تلف بالترانزستور مباشرة الحاق الخط هيك واضح، الحاق المقاومة هيك بتاخذك لوين على هذا الترانزستور، واحد اثنين ترانزستورين، هذول واحد اثنين لازم يكون واحد ام بي ان وواحد بي ام بي، يعني بده يكون 8050 و8550، هذول اثنين ترانزستورين. الامر من الرجل الوسطى هي القاعدة تاخذ، تعال نشوف لوين الريحة لهون هيك على هذا الترانزستور وعلى المقاومة، وهذا الترانزستور كمان ماخذ من هون من المعالج من رقم 4، 1 2 3 3 على رجل رقم 3، يعني الرجل رقم 3 هي اللي بتعطي هاي النبضة لمين؟ للترانزستورات، وهذول الترانزستورات بيقودوا الترانزستور هذا الترانزستور. طبعا في مقاومة تاني مربوطة، شايفين ما في داعي نلحق الخط هيك لهون، خلص مباشرة جاي على المشع هذا الإيميتر هيك مباشرة، يعني بين البوابة والإيميتر تأمين الانحياز العكسي هو السالب فقط لا غير. هذا
بالنسبه للمقاومه الثاني، واكيد راح تكون فوق الواحد كيلو. طبعا انا ماني حافظه كثير يعني لهذا الجهاز، يعني ما عم بصلحوه كثير، فمبدا العمل يعني عادي يعني. فبدها تكون اكيد اكثر من واحد كيلو، يعني ممكن تكون 10 كيلو فما فوق. نشوف اذا بتبين، بينت علي بني اسود برتقالي 10 كيلو، 10 كيلو فهمناها، فهمنا هذا الموضوع. الجسر هذا هو، الرجلتين واضح لوين رايحين على الدخل الاي سي، يعني التيار المتناوب هون على الفيوز. هذا هو الفيوز، ليكون من هون لهون هذا الفيوز. طبعا الاي سي اللي هون، بما انه الارجل ملحوم مع بعض فهي الفايبر، اربع ارجل ملحومين مع بعض، وهو الرجلتين وهو الرجل لحاله وهو لحاله، هاي هون فيدباك وهاي هون الثاني التغذية. فبدها تكون فايبر 12 او نشوف رقمها، فايبر 12. فبس مشان تولي الجهد يغذي، مو ضروري مثلا انه الفايبر، نحن بنعرف انه 15 فولت مو دائما يعني بدها تكون 15 فولت بتعطي، ممكن تعطينا 15، ممكن ناخذ منها 20، ممكن ناخذ 12، حسب الجهاز الموجود، حسب الجهاز نحن ناخذ الجهد اللي بدنا اياه. يعني المعالج او المتحكم دائما بده يكون في جنبه منظم، هذا هو المنظم. ترى انا عم بشوف معكم يعني ما طلعت عليه قبل ما صور، أبشوف معكم نستكشف مع بعض. هذا هو المنظم، فلازم يكون رايح أحد الأرجل على هذا، ليكو هذا الرجل تبع المنظم رايحة من هون هيك بهالشكل هذا على المنظم، يعني على الرجل رقم 4 من الطرف الثاني، 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، يعني 15 معناتها هي التغذية الموجبي، تغذية الموجبي. نشوف التصوير بس، معناتها 15 فهمنا انه هي التغذية الموجبي لهذا المتحكم. قلنا رقم 3 هي اللي بتروح على القيادي لهون هيك على الترانزستور هون، هذا النوع اي جي بي تي. ليش؟ لانه هون تيار عالي وجهد، الجهد عالي. فببساطة خلي طول الفيديو، ما في مشكلة، ما في مشكلة، خلي يكون طويل الفيديو معليش، لأنه احتمال أنا مرة ثانية ما صوره، ما صور هيك جهاز، لأنه قليل جدا أنا لحتى يجيني هيك جهاز. هذا جك المروحة، يعني دائما بالنسبة للأوامر مثلا اي 1 2 5، يعني هذا كثير ما تدققوا عليها الموضوع هذا، يعني الرموز هاي ما تدققوا عليها، في كثير يعني أسباب لحتى تعطي هذا الرقم، ما في حاجة إنه تدقق، يعني لازم خلص إذا أعطانا على الشاشة إنه والله اي 1 خلص فهمنا إنه كذا، إنه أو 2 كذا، لا ما في حاجة لهذا الموضوع كلياته، خلص فك وشوف. واكثر اعطاله فصل الحام، الفصل الحام او السلك يكون مقطوع. ليش؟ انه هاي بتاخذ شيء 9 امبير، بحدود 9 امبير، 9 امبير ما انا كلمه يعني، يعني هذا المفروض ما يكون الا يكون نحاس صافي، هذا نحاس صافي مسكوب سكب بالحام ما يفصل، هذا عم يصير نار، بصير درجته عالي جدا بده يفصل. فالافضل انه بلاه
وندخل السلك ونلحمه لحام اذا بدنا نخدم الزبون نخدم مصلحتنا. هاي اكثر الاعطال، هيك اغلب الاعطال وقت بكون ما في اوامر، ما في استقبال، ما في شيء ابدا ابدا ابدا، فمعناتها خلص المتحكم انضرب اذا كان مضروب هذا المنظم. اذا انضرب المنظم، شفت المنظم مضروب، اذا في شورت بين دخله وخرجه فقولا واحدا هذا المتحكم انضرب، شيله وغيره، قولا واحدا هذا الكلام. بينما اذا انضرب المنظم وما كان في شورت بين الدخل والخرج، دخل المنظم وخرجه، يعني بدي يدخل كل المصدر على المعالج، يعني يعطيه فوق الخمسة فولت لحتى يضربه. بينما اذا ما خرج هذا الجهد كله على المعالج او هذا المتحكم، فبس بنستبدل المنظم فقط وما في شيء هذا المتحكم. اذا هون ما في توليد جهد فالمستهدف هو الفايبر، هذا هاي العنصر، هذا هاي الاي سي هي المستهدفة اذا ما في جهود. طبعا عندنا لنشوف منين عم تاخذ هاي الفايبر، هذا مباشرة هيك مباشرة مع الملف من هذا الطرف، الطرف الثاني هذا هو المكثف ما لنا فيه، يعني بده يكون 400 على 4.7 ميكروفاراد. هيك نشوف الطرف الثاني تمام، في مشكلة مع السالب، الطرف الثاني مع السالب هون مباشرة مع الترانس هذا المحول، وبدي يكون طرف الترانس، هذا طرف الترانس على الموجب لازم بقى يصير، هذا هون مقاومي، هاي المقاومي أخضر بني أسود 40 عفوا 50، وهاي المقاومة كمان مربوطة هون مع ديود، هذا الديود بهالشكل هذا هيك مربوط مع ديود ثاني وديود ثالث، وجايينا من هون من الجسر مباشرة، التغذية جاي يعني من 220 مباشرة موجبي، هذا الموجب خلص فهمنا هذا الترانس منين بيتغذى، بيجي طرف موجب هيك بهالشكل هذا هيك لهون لهون على المقاومة على الملف، يعني ملف أول سلك والثاني أول طرف والثاني، هذول هنن بيصير فيهم هون هالقدح هذا هالتقطيع، ومن هون بقى بناخذ الجهود من الطرف الثاني، واحد اثنين ثلاثة، هذول ما لهم علاقة بشيء، ثلاث أرجل صفي عندي رجل اثنين ثلاث، فهاي الديودات عليهن واحد اثنين ثلاث ديود اثنين ثلاث، والثلاثة اثنين منهم موجب وواحد الثالث ما له علاقة، هذا واحد اثنين موجب خلاص. إذا بقى بدنا نقيس الجهد، منقيس عن طريق هذا المكثف ليكو 16 على 100 ميكرو، هذا هو بإمكانك تعرف جهد الفايبر انه شغال او ما انه شغال الجهد من الفايبر. وهذا الطرف الثاني الديود الثاني كمان بنشوف تغذيته لوين رايحه، رايحه التغذيه على المنظم مباشره تمام، يعني في تغذيه من نفس هذا المحول على المنظم، وفي منه ل هذا المكثف بيغذي باقي الدارة كاملة. أظن أنه يعني دارة سهلة ما فيها مشاكل، هذا هو اللي كاتبينه زينر 18 فولت، هذا زينر كاتبينه كتابي. طيب نحن نعرفه للزينر بدون ما عن طريق مقياس الافو، تعالوا نشوف كيف بدنا نعرفه انه زينر او ديود بلوري، لانه احيانا ما تبين الكتابي، يعني
تعالوا نشوف، تعالوا أول شيء نقيس هون هذا البلورة 5.78. تعالوا نشوف البلورة الثانية 6.71 أو 72. تمام، كان في هون مقاومة أكبر. حلو، نرجع تعالوا نقيس هون 5.52. تعالوا نقيس هون 5.77 أو 78. تعالوا نقيس هون، الفرق كبير، هون 6.72، الفرق 100، الرقم 100. 1 2 3 هذول البلوريات، يعني هذا العنصر وهذا العنصر ديود بلورة، بينما هذا العنصر هو زينر لو كان مو مكتوب. ليش؟ مقاومته أكبر تجي. تعالوا نشوف هذا الديود، هذا ديود عادي واضح، وهذا كمان ديود عادي. هذا ديود عادي. تعالوا نشوف هذا الديود 4.85. لاحظوا الفرق. تعالوا نرجع لنقيس هون وشوفوا الرقم 5.61. هون 4.85. تعالوا نشوف الجنب مباشرة 85. تعالوا نشوف هذا 4.85.90 مثلا. الفرق كان هون 84، لما نفرض هون 65، الفرق تقريبا كمان 100. ليش؟ هذا مانو ديود عادي، هذا الديود مانو عادي. دائما اللي بيكون متصل مع اي محول، اي محول او كانوا ملف، طبعا ملف تقطيع، يعني مو ملف خانق او كذا، لا ملف تقطيع، فبده يكونوا من نوع الشوتكي هذا، يعني بيتحمل ترددات. تمام، تعالوا نشوف هون، هذا ديود عادي ما في عليه مشكلة. فبإمكانك تعرف بهالطريقة هاي بسيطة جدا، بإمكانك تعرف إنه كانوا زينر أو كانوا ديود عادي أو كانوا غير عادي الديود. لكن وقت اللي بينضرب وإذا ما مكتوب الرقم بدك تسأل، إذا ما بتعرف بدك تسأل مشان تركب على نفس القياس، او مثلا ممكن تركب بشكل تقريبي وتجرب. بقى هون بدك تجرب، اذا الوظيفي اداها بشكل جيد فمعناته انت حطيت العنصر الصحيح. مثلا هو 18 ممكن تركب انت 15، فبدي اخذ الامر قبل، ما بيمشي الحال. او تركب ال 20 مثلا ما يمشي الحال، يتاخر ليعطي الامر. ف 18 18، بعض أجهزة ممكن أنك تقلل القيمة أو تزود القيمة، فما في عليها مشكلة. يعني إذا ما كان في مشكلة ما في أي مشكلة أبداً أنك تغير القيمة إذا ما وجدت نفس العنصر أو نفس القيمة. هلأ ما في شيء، هذا الجهاز سوى أنه هاي المشكلة. هلأ أنا بدي أوسع البورد بقى ودخل السلك والحمو الحام. يعني طولنا بالفيديو، بس مجرد انه نعطي لمحة، وربما انه واحد من الشباب يستفيد من هذا الكلام. هاي هون المقاومة اللي كان فيها فصل كمان، شايفين يعني اكثر اعطاله ومشاكله. فصل الحام، هاي المقاومتين هذول موصولين تسلسل طبعا. ما بقى أظن انه في شيء نحكيه. هذا الديود وهذا المكثف وهاي المقاومة، هذول يعني لحالهم فريق،
بالتعليقات اكتبوا لنا الوظيفه تبع هذول الثلاث عناصر، مقاومه مكثفه هذا ديود. طبعا وظيفه هذول الثلاث عناصر مهمه، تمام؟ بامكانكم تعطونا الوظيفه. طبعا هون هذول اسنبر، لازم انه نعرف وظيفة أي عنصر. مثلا هون هذول 1 2 3 هذول لحال، هذول فريق لحال، هذول ثلاث عناصر. دائما 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 يعني بلازمه المحول، دائما وقت يكون في تقطيع دائما بيكون موجود هيك عنصر مكثف مقاومي، أو وقت اللي بيكون التعامل مع 220 فبدي نوضع الديود، تمام؟ بدي نوضع الديود لحتى يحول إشارة مستمرة، والمستمرة مباشرة بتموت وين؟ بقلب المكثف، تمام؟ لأنه قانون المكثف هيك بقول. المقاومة بتخفف، تعطي تخفيف، تقول له طول بالك شوي للجهد قد ما كانه عالي، تقول له خفف. الديود بيحوله من متناوب لمستمر، بيوحد الإشارة وبيدخلها على المكثف فبيقضي عليها المكثف. فوظيفة مهمة جدا، يعني ما بقى بظن إنه في عنا مشكلة في خالص. طبعا هو ما في مشكلة، سوى هاي المقاومة بدها الحام هلق شفت أنا، وهدول هالسلكين، لأنه أحيانا بيكون يعني راكب يكون مثلا هذا الموصل، هذا راكب وما نبين الفصل فيه، فصل الحام، يعني نوهة على الموضوع، يعني منصير دائما من منفك نتأكد أول شيء من الحامات، وبعدين بقى منباشر شغل. هو عبارة عن هالمعالج وعن هالفايبر هون وعن هالترانزستور وعن هذا الجسر التقويم، أو مكثفين. طبعا المكثفات هذول دائما بدي لازمه الملف كونه في تقطيع بقلبه حتى يعطوه يزيده التحريض والحث للملف. وهيك إن شاء الله بيكون خلصنا، ولا تأخذونا على طول الفيديو، وربما أنه يكون في شيء بيفيدكم، وإذا ما فاتكم بيكون الأجر على الله وما في مشكلة. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي قبل ما ننهي خلينا أفرجيكم صورة البورد، خاف أنه واحد منكم لازمو يعرف. هاي بنقلب كمان بالعكس، ربما انو تستفيدوا من قيمة شيء مقاومي او اجاكم كان في نقص. هاي راح اقرب لكم الصورة، ربما انو تستفيدوا من هالصورة هاي. وهيك هاي المقاومتين هذول على التسلسل، وهاي قيم المكثفات، هذا 5 مكرو هيك واضح، وهذا 275 فولت واضح، 2 مكرو ليك مبيني. تعالوا نشوف هذا كمان، صوركم اياه ربما انه تستفيدوا. هذا 0.3 مكرو. هيك بكون خلصنا، والسلام عليكم.